يا مساء الخيرات واهلا بحضراتكم. حلقه جديده من 90 دقيقه، وحلقه النهارده طبعا حلقه بتاتي في ظروف مختلفه واستثنائيه بعد 3 ايام ملحميه عاشها المصريون في كل انحاء الوطن وفي كل محافظاته. وتابعنا معاكم هذا المشهد التاريخي والاستثنائي من خلال قناه المحور. وقبل ما نخش في تفاصيل هذا المشهد وكمان آخر التطورات والأخبار المتعلقة بالعملية الانتخابية ونتائجها، خلونا الأول نتوقف طبعا واسمحوا لي نوجه الشكر والتقدير والتحية الحقيقة لكل زملائي في قناة المحور أمام الكاميرات وخلف الكاميرات، إنهم طبعا على مدار 3 أيام لم نعرف فيها النوم، وكن الكل حريص الحقيقة على تقديم صورة مشرفة تليق بالوطن في نهاية الأمر. وكنا حريصين على التواجد مع حضراتكم في كل مكان من خلال شبكة مراسلينا في كل أنحاء الجمهورية، ومن خلال طبعا مجموعة كبيرة وفريق كبير من العاملين لم يدخر جهدا الحقيقة إن هو يأتي بكل الأخبار والمعلومات والمتابعة الدقيقة لحظة بلحظة من كل أنحاء جمهورية مصر العربية. فكل الشكر والتقدير لكل زملائي في قناة المحور وإدارتها طبعا، وكان مجهود كبير كان لازم نتوقف عنده. وطبعا بنشكر حضراتكم طبعا على متابعتكم لقناة المحور على مدار 3 أيام الماضية. من هنا كمان هننطلق مع حضراتكم طبعا زي ما بيقولوا كده بعد ما بينقشع غبار المعركة، معركة محمودة بالتأكيد، لأن كلنا أو المصريين كلهم كان شعارهم أنه 3 أيام دي هتكون 3 أيام في حب الوطن. بعد انقشاع غبار المعركة المحمودة اللي كلنا اشتركنا فيها دي، طبعا بنتوقف عن مجموعة من المشاهد وأيضا بعض التحليلات وبعض المرتكزات اللي شفناها خلال الأيام الثلاثة الماضية، لأن المشاهد دي إن شاء الله هي اللي هنبني عليها في المستقبل. طبعا من الملاحظ وخلينا نقول انه كل المصريين من خلال متابعتنا على مدار 3 أيام كان نزولهم الانتخابات اولا بدافع الحفاظ على الدولة المصرية ايا ما كانت هوية المرشح الفائز. يعني كان في شعور عام ان احنا لازم ننزل ندعم الدولة، ندعم مصر كدولة هي الاطول في تاريخ هذا العالم وكأقدم دولة بحدود معروفة ومؤسسات معروفة منذ التاريخ. فالناس نزلت عشان تقول احنا في ظهر الوطن اولا، مش في ظهر المرشح، في ظهر الوطن، وكلنا واقفين لحماية هذا الوطن في ظل ظروف دولية واقليمية وتهديد على حدودنا من كل الجهات الحقيقة، وخاصة طبعا الحدود الشرقية الملتهبة للغاية، والموقف فيها بيزداد حتى هذه اللحظة تعقيدا. ويمكن هنتكلم مع حضراتكم في حلقتنا النهاردة ونشوف آخر التطورات هناك. الملحوظة الثانية الحقيقة هو الإقبال الغير مسبوق والإقبال الحاشد، وده كان واضح من تاني يوم مع إعلان سيادة المستشار حازم بدوي أنه نسبة التصويت في منتصف حتى اليوم الثاني تجاوزت 45%، ومع آخر يوم وما شاهدناه من مشاهد بتبان أو الناس كلها بتتوقع، الخبراء والمحللين ويمكن حتى المواطنين بالرؤية والمشاهدة، أنه قد نصل بإذن الله لنسبة غير مسبوقة في تاريخ أي استحقاق دستوري أو انتخابي في عمر هذا الوطن وتجربته الديمقراطية الوليد. الحاجة الثالثة، المشهد اللي بتابعه مع حضراتكم انه كان في يمكن نشاط حزبي غير مسبوق في الانتخابات الماضية او ايضا الانتخابات اللي احنا شاهدناها في خلال 10 سنوات الماضية. كانت الناس بتطالب بوجود الاحزاب على الارض، وده اللي شفناه. ويمكن حزب مستقبل وطن كان في صدارة المشهد وشفنا تأثيره على الأرض وتحريكه للجماهير والمسيرات الحاشدة اللي خرج بيها الحزب وأبنائه وأيضا المنتسبين ليه في كل مكان في جمهورية مصر العربية. ويمكن دي مشاهد بنعرضها مرة أخرى عكست أيضا التحرك الميداني
والعمل الميداني للأحزاب، وده كان مطالب أيضا جماهيرية من أن احنا نشوف الأحزاب المصرية بتشتغل على أرض الواقع في حملات الحشد والتوعية وأيضا التسهيل على الناخبين، وده شفناه وتابعناه، ويمكن المشاهد دي أيضا بنتابعها ونعيدها مرة أخرى مع حضراتكم اللي طبعا ما شافهاش. الحاجة الثالثة والمهمة والبارزة أيضا واللي لازم تتوقف عندها، أنه كان في نشاط كمان استثنائي للجامعات المصرية، خاصة من خلال جيانات جديدة في عدد كبير من الجامعات، سواء في جامعة القاهرة أو في الجامعات في وجه بحري أو حتى في الصعيد، وهو طبعا كيان طلاب من أجل مصر اللي كان حريص على التواجد في المشهد الانتخابي بعدة صور، منها تعريف الطلبة وزيادة الوعي السياسي عندهم، منها أيضا خروجهم في مسيرات مختلفة وحشدة في الجامعات ومنها إلى صناديق الاقتراع، ودي أيضا مشاهد يمكن بنعتبرها متزايدة وجديدة كمان في المشهد الانتخابي، أو دورها بيتزايد بشكل كبير في المشهد الانتخابي، وهي طلاب من أجل مصر سواء في جامعاتنا في القاهرة أو في الريف أو في الصعيد. دي مشاهد رئيسية وبارزة وثلاث أيام ملحمية، طبعا الكل بينتظر نتيجة الانتخابات وإيه اللي هيتم بقى في الأيام القادمة، وطبعا انتظار النتيجة مش بس يعني لدى الجمهور والشعب المصري، ولكن أيضا نتيجة الانتخابات دي مهمة بشكل كبير جدا على الساحة الإقليمية والساحة العالمية وفي توقيت دقيق وحساس للغاية. خلينا نقول ان الهيئة العليا للانتخابات قالت انها بتستعد لتلقي طعون المرشحين الرئاسيين، وقالت انه منذ الغد او ابتداء من الغد طبعا هيحق لكل المرشحين تقديم الطعون على طبعا العملية الانتخابية في الوقت اللي بتستمر فيه طبعا اللجان في الفرز وتسليم نتائج من اللجان الفرعية للجان العامة. طبعا احنا بنلتزم في نهاية الامر بما سوف تعلنه الهيئة العليا للانتخابات وبالاجراءات القانونية اللي هيتقوم باتخاذها، ومش هنقوم دلوقتي باعلان النسب الحقيقة، البعض دلوقتي بيقتصر على التكهنات، ولكن احنا هننتظر حتى نعلم طبعا النسب النهائية ونسب المشاركة الحقيقية على أرض الواقع. ودي مشاهد كمان هي اللي كنت بذكرها لحضراتكم من الجامعات المصرية المختلفة، مسيرات طلاب من أجل مصر. كمان امبارح شفنا نشاط للسادة المرشحين الرئيسيين، بعضهم حرص على أنه يزور لجان فرز الاقتراع، طبعا مندوبي كل المرشحين من حق لهم التواجد في كل اللجان ومتابعة العملية طبعا عملية الفرز وحتى تسليم النتائج في النهاية قبل أن تسلم طبعا للهيئة الوطنية العليا للانتخابات. وخلونا نشوف برضو مزيد من التفاصيل حوالين الإجراءات اللي هتحصل في الأيام القادمة. هيكون معايا الأستاذ أحمد ربيع مسؤول ملف الانتخابات الرئاسية بجريدة الوطن. أهلا بك يا فندم منورنا. اهلا بيك، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. طيب يعني هبدا معاك من منذ بقى اغلاق الصناديق بالامس، احنا شفنا امبارح طبعا تابعنا على الشاشات بعض المشاهد المتعلقه بعمليات الفرز، لكن لو نقول للمواطنين ايه الاجراءات اللي هتحدث في هذه الايام، امتى يكتمل الفرز، ايه المفروض يحصل في الطعون، ايه تاني اجراءات قد تتخذها الهيئه العليا للانتخابات قبل الاعلان عن النتيجه؟ تمام، خليني اقول لحضرتك طبعا يعني قبل ما نقول الاجراءات، يعني نشيد بهذا الحضور الكبير للشعب المصري ووعيه وادراكه لاهميه الانتخابات الرئاسيه والمشاركه بكثافه، وده انعكس في الارقام اللي اعلنتها حتى الهيئه في اليوم الثاني، وانه تجاوزت نسب التصويت وفقا للرصد المبدئي 45%. طبعا قد تزيد هذه النسبه طبعا لان احنا كنا نتحدث عن منتصف اليوم الثاني وكان عندنا يوم ثالث للتصويت.
طبعا بالنسبه للاجراءات بالامس طبعا يعني استمرت عمليه الفرز حتى الساعات الاولى من صباح النهارده، واللجان العامه تسلمت محاضر الفرز وكل ما يتعلق بالاوراق العمليه الانتخابيه. اللجان العامه طبعا بدءا من بكره ان شاء الله هيبقى في تلقي الطعون والاعتراضات على قرارات اللجان العامه. احنا عارفين اللجان العامه كل محافظه بيبقى فيها عدد من اللجان العامه، وبيبقى في لجنه عامه رئيسيه اسمها لجنه المحافظه، دي بتبقى مقرها في المحكمه الابتدائيه. طبعا هيبقى في خلال اليومين اثناء عمليه الفرز طبعا يحق لكل مندوبي المرشحين التواجد، صحيح، سواء في اللجان يعني فرعيه او في اللجان العامه. صحيح، عمليه الفرز، واحنا شفنا حتى اللجان العامه امبارح على شاشات التلفزيون كان يعني كل شيء معلن امام وسائل الاعلام بالنسبه لكل لجنه عامه بتعلن الحصر العددي، وهنا بناكد على انه حصر عددي وليس نتيجه، لان النتيجه الجهه الوحيده المختصه باعلانها هي الهيئه الوطنيه للانتخابات. ونفرق هنا بين الحصر العددي والنتيجة، احنا في فترة طبعا قبل اعلان النتيجة، النتيجة ان شاء الله هتكون في مؤتمر صحفي كبير يوم 18 ديسمبر يوم الاثنين المقبل. قبل يوم الاثنين المقبل كل ما يتعلق من اجراءات حتى ما تم اعلانه هو حصر عددي. ليه بقى؟ لان هيبقى لسه عندنا فترة اعتراضات وفترة طعون على قرارات اللجان العامة، ثم تبت الهيئة الوطنية للانتخابات في هذه الاعتراضات، ثم تعلن النتيجة بعد الفصل في الاعتراضات والطعون يوم 18 ديسمبر اللي هيوافق يوم الاثنين ان شاء الله في مؤتمر صحفي عالمي، هيعلن رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات واعضاء مجلس ادارة الهيئة في المؤتمر النتيجة النهائية بعد طبعا استبعاد اي يعني طعون او اي اعتراضات بعد الفصل فيها، بعد يعني لو في اصوات مثلا كان في اعتراض مرشح عليها، عشان كده دايما الحصر العددي ما بيبقاش دقيق زي النتيجه الرسميه. مفهوم. النتيجه الرسميه هيعلن فيها عدد اللي شاركوا في التصويت وعدد الاصوات الصحيحه وعدد الاصوات الباطله وعدد الاصوات اللي حصل عليها كل مرشح، وطبعا زي ما احنا عارفين انه بيستلزم يعني عشان نقول ان فلان فاز برئاسه الجمهوريه يكون حصل على 50% من اجمالي الاصوات الصحيحه زائد واحد، يعني لازم يكون جاب 50% زائد واحد. لكن اذا ما جابش، في حاله ما جابش 50% زائد واحد، بنروح بقى جوله ثانيه، بنروح جولة إعادة اللي هي المفروض تبقى في أيام إيه برضو عشان الناس تبقى معانا في الصورة في يناير لسه. جولة الإعادة هتبقى يعني بعد إعلان النتيجة يوم الاثنين، بعديها مباشرة لو في جولة إعادة بيفتح الباب للطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، ثم بعد فترة الطعون بتبقى أيضا فترة دعاية انتخابية، ثم عملية التصويت وإعلان النتيجة النهائية يوم 16 يناير. لكن وفقا للمؤشرات اللي تم إعلانها أنا يعني أرى إن إحنا مش هنذهب لجولة إعادة، لكن لأن المؤشرات كانت طبعا يعني إيه لصالح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وفقا للمؤشرات ولا نقول نتيجة، النتيجة هتختص بإعلانها الهيئة الوطنية للانتخابات. اتفضل اتفضل. معاك، اتفضل كمل. ده لو في حاله بقى في هل ممكن الطعون تؤخر فكره الذهاب لجوله ثانيه؟ لا، من الناحية القانونيه ولا لا بيبقى في الطعون بتبقى محدد ليها مده معينه ايضا، عدد ايام معين للفصل فيها وفقا للجدول الزمني الموضوع من الهيئه الوطنيه للانتخابات، ده في حال اذا كان في جوله اعاده. لكن اذا ما كانش في جوله اعاده فاحنا قدامنا بكره وبعده تلقي اعتراضات، واليومين اللي بعديهم هيبقى البت في الاعتراضات، ثم يوم الاثنين اعلان النتيجه على طول. فبالتالي الفتره مش كبيره ومش هتعطل الدنيا. وبعدين يعني وفقا برضه للي كان بيتم اعلانه من الهيئه الوطنيه للانتخابات مفيش يعني مخالفات يعني ما اعتقدش لحد بالمرشحين لغايه دلوقتي اعلن عن تقديم طعوم معينه على حد يعني محدش على حد قراءاتي، ما اعرفش يمكن ده يحصل بكره، انا برضو احنا ممكن يحصل بكره على قدر المعلومات اللي بتصلنا يعني. صحيح. ما نقدرش طبعا فتره الاعتراضات هتبدا بكره، ما نقدرش نمنع حد مرشح ان هو يعترض لان ده طبعا حق كفله ليه القانون الدستور، حق التقاضي، فكره التقاضي في حد ذاتها. لكن ما حدش اعلن حتى الان ان هو هيقدم حتى اعتراضات او حاجه. انا شايف ان اغلب المرشحين يعني مرحبين بالعمليه الانتخابيه ومشيدين بيها. وحتى فتره الاعتراضات خلينا نتكلم برضو، الفتره الاولى للاعتراضات قبل اعلان القائمه النهائيه للمرشحين مرت بدون تقديم اي من المرشحين اعتراض،
يعني كان في فتره ايضا للاعتراض على المرشحين بعضهم على بعضهم البعض قبل اعلان القائمه النهائيه وقبل طبعا طباعه بطاقات الاوراق، وكان خلال الفتره دي برضو مرت بدون اي اعتراضات. فما خلاص عدينا بقى المرحله دي بالظبط. ما انا بقول لحضرتك عشان كده ما اعتقدش ان حد ممكن منهم يقدم اعتراضات، لكن احنا لا نحجر على حقوقهم طبعا في التقاط. وهنتابع طبعا بكره، اكيد هيكون في برضو تعقيبات من لجنه العليا للانتخابات، ونشوف الطعون برضو، ونتواصل مع مرشحي طبعا الرئاسه وحملته. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا استاذ احمد ربيع، مسؤول ملف الانتخابات الرئاسيه بجريده الوطن. من الناحيه التحليليه بقى، واضافه لما ذكرناه مع حضراتكم من مشاهد توقفنا عندها، او نقدر نقول مثلا بعض الدروس اللي خرجنا بيها، واكيد استاذنا الكاتب الصحفي الاستاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور لديه ما يقوله في هذا المشهد، بعد بقى ما يعني لو جاز التعبير انقشع غبار الملحمه او المعركه. اهلا بيك يا استاذ احمد، منور. يا سلام، اهلا بحضرتك وبكل مشاهدينك الكرام. اهلا بحضرتك. طبعا ثلاث ايام مرهقه لاي اعلامي واي صحفي، فكلنا بنشد من ازر بعضنا يعني، لكن يعني بعد ربع الايام بقى حضرتك كده الصبح بتشوف، ولما صحيت شايف المشهد بقى اللي احنا مرينا بيه الثلاث ايام ده عامل ازاي؟ طب انا هقول لك، انا هختلف بقى معاك في الحته دي. ليه؟ لأول مرة الانتخابات ما تبقاش مرهقة، تبقى ممتعة. فعلا؟ ايوه. الإقبال الكثير، ايوه، نزول المصريين بهذا الحجم، هذا القدر وهذه النسبة الكبيرة غير المسبوقة، يعني أسعدنا جميعا. أسعدنا ليه؟ رقم واحد، لأنه هذا النزول أفسد مخططا كان جاهزا لتطبيقه وتنفيذه ضد مصر. مخطط التشكيك في شرعية الرئيس القادم. إنه كان هناك من يراهن على إنه نسبة التصويت هتكون قليلة، وإن نسبة النزول هتكون ضعيفة، وبالتالي الرئيس القادم سوف يكون بنسبة ضعيفة، وبالتالي ممكن يتقال ده ما لهوش شعبية. لا، مصريين فهموا دي تماما وفهموا المخطط ده تماما، فكان النزول الكثيف، لأن المصريين في كل الأحوال بيظهر معدنهم في الشدائد وفي المحن، ومصر بما تمر به من تحديات وما يواجهها من مؤامرات في محنه وفي شده، فالشعب نزل ووقف قدام الصندوق في ساعات وفي طوابير لم نشهدها من قبل، عشان واحد يدي رساله ان الشعب المصري مساند لدولته، مساند لقيادته، ولن يتخلى عنها ابدا. اثنين، ان الشعب المصري هو الذي يرسم طريق مستقبله، وهو الذي يختار رئيسه وليس اخرين. رقم ثلاثة، ان الشعب المصري مش هيسمح ابدا لاي حد انه يتدخل او يفسد علاقته وانتمائه بدولته. فدي الرسالة الواضحة اللي كانت موجودة على مدى الثلاث ايام، رسالة المواطن البسيط زي المواطن المثقف، رسالة المرأة زي الرجل، الشباب زي الكبار السن، كلهم كانوا على قلب رجل واحد من غير اتفاق. الكل نزل وهدفه الدولة المصرية، اللي فعلا شفنا على مدى الشهور الماضيه او الشهرين الماضيين تحديدا، شفنا قد ايه ان الدوله دي لسه ما زالت مهدده بمخططات زي مخطط تهجير الفلسطينيين الى سيناء من بمنطق الوطن البديل اللي بتخترعه اسرائيل عشان تصفي القضيه، وشفنا قد ايه الامن القومي المصري محاصر بحزام من النار سواء في الجنوب او الشمال او الشرق او الغرب، وبالتالي الدوله المصريه نفسها المواطن نزل عشان يقول لا، انا واقف جنب دولتي، واقف جنب القياده اللي بتحافظ على دولتي، فاهمه يعني ايه الامن القومي المصري وبتحافظ عليه. فدي الرساله الاولى اللي انا قريتها على مدى الثلاث ايام، وده اسعدني جدا انك تلاقي الشعب المصري بكل فئاته بكل طوائفه فاهم وواعي ومدرك للخطر، وفاهم وواعي ومدرك لدوره تجاه دولته، خاصه في ظل الازمات والتحديات، انه يقف زي ما في مقاتل بيواجه على الجبهه في ارض المعركه، سواء كان في سيناء او على الحدود او في حته. المواطن المصري حول اللجنه الانتخابيه او صندوق الانتخابات الى ساحه معركه بيخوض فيها معركه من اجل الحفاظ على بلده من خلال صوته والحفاظ على ان يجيب. دي اعتقد رساله وصلت للعالم كله، والشرعيه قويه صلبه الوقف على ارضيه وطنيه اعطيت للرئيس القادم من خلال هذا الشعب المصري الواعي المدرك القوي الصلب اللي لا يسمح ابدا لاحد ان يهزم ارادته. فدي النقطه الاولى. النقطه الثانيه هي المشروع الوطني المصري.
يعني ايه المشروع الوطني المصري؟ انك لديك مشروع وطني بدا تنفيذه من 2014، غايته الاساسيه هي بناء دوله مصريه عصريه ديمقراطيه عصريه حديثه قائمه على التعدديه على الديمقراطيه على امتلاك كل عناصر القوى الشامله من خلال اعتماد على النفس، زياده الموارد المصريه، الاكتفاء الذاتي، ايقاف او الحد من التصدير والوصول الى حلم 100 مليار دولار صادرات، بناء القدرات المصريه وبناء القدرات البشريه وبناء الانسان المصري، الانتقال الى عصر تكنولوجيا من خلال المدن الجديده، من خلال كل التطوير اللي بيحصل في كل المجالات. هذا المشروع الوطني، وطبعا بما فيه كمان تحديث قدرات الجيش المصري وتحديث قدرات القوات الامنيه المصريه مما يحفظ الامن ويحفظ امن القوم المصري. هذا المشروع المصري على مدى التاريخ لم يسمح للمشروع المصري الوطني ان يكتمل، لا في محمد علي كمل رغم انه قطع خطوات كبيره فيه، ولا مع عبد الناصر كمل، ولا مع السادات كمل. النهارده احنا قاب قوسين او ادنى من ان يكتمل مشروعنا الوطني، وهناك مخططات وهناك محاولات لا تتوقف لمنع هذا المشروع من ان يكتمل. النهارده على مدى الثلاث ايام ديت المواطن المصري خرج بهذه الكثافه وبهذه الصلابه علشان يقول لا انا مع هذا المشروع، ضد اي شائعات او اكاذيب تروج سواء لتشويه هذا المشروع هذا المشروع، تشويه مؤسسات الدوله المصريه بالاكاذيب والافتراءات والشائعات التي لا تتوقف في مصر. المواطن المصري نزل وقف قدام الصندوق لانه اعلن انه يريد ان يحافظ على هذا المشروع الوطني. في مشاكل، في ازمات، في اسعار بتزيد، في تضخم، في احتكار لبعض الاستثمارات، في ازمه اقتصاديه حقيقيه، لكن كل ده قدام الدوله وقدام الامن القومي وقدام وجود او معرفه الوجود الخاصه بالدوله المصريه، كل ده لا يشغل المواطن المصري عندما يكون الامر يتعلق بالدوله المصريه. فهاتين رسالتين مهمتين جدا اطلقوا من داخل لجان الانتخابات ومن خلال الطوابير الممتده بامتداد خريطه مصر من اسوان وحتى السلوم. هذه الطوابير كانت رسالتها واحده، ان الدوله المصريه هي رقم واحد، هي العنوان العريض لنا كلنا، ما عدا ذلك خلافات نستطيع ان نتغلب عليها. النقطه الثالثه ان حتى المرشحين الاربعه، وده نموذج ربما لا نجده في العالم، انك انت قدام اربع مرشحين لم تخرج من مرشح منهم ولا حملته اي اساءه لمرشح اخر. دي نقطة غاية الأهمية. أنت أمام دي حقيقة ده كان شيء يعني محمود وتابعناه، حتى مفيش شكل المشاحنات اللي شفناه في الانتخابات قبل كده على اللجان أو حتى التلاسن الشديد، رغم أنه ده بيحصل في كل الانتخابات، ولكن يعني كنا في أوقات بنفوق الحدود في الموضوع ده. بالظبط. فأنت النهاردة كمان تضيف حاجة تانية، أنك أمام تجربة ديمقراطية رائعة. اولا مرشحين اربعه، ثلاثه مرشحين رؤساء احزاب وبالتالي بيعبروا عن الايديولوجيه التي تتبناها احزابهم في مقابل رئيس حالي مرشح مستقل. كل واحد فيهم عبر عن رايه، كل واحد فيهم عبر عن فكره، لكن كمان المواطن شعر ان امام تعدديه حقيقيه، وبالتالي الاختيار قدامك متاح، انزل وشارك. كل دعوات المشاركه، كل الدعوات التي اطلقت كانت انزل وشارك. ما حدش قال لحد انزل انتخب فلان او انتخب سيد او صاد، انما نزل المواطن وراح قدام اللجنه واختار زي ما شاء، اختار كما يشاء. اظن قدام الصندوق وانت بينك وبين الصندوق مفيش حد ثالث، انت حر، حتى لو انا قلت لك اعمل، لا انت حر تختار كما تشاء. المواطن كمان اصر على ان هذه التجربه الديمقراطيه ومسار الاصلاح السياسي اللي بدا الرئيس باطلاق الحوار الوطني ومن قبله الاستراتيجيه الوطنيه لحقوق الانسان ومن قبله الغاء حاله الطوارئ، المواطن حريص واثبت هذا الحرص من خلال نزوله، حريص على ان يكتمل هذا المسار الديمقراطي وهذا ومسار الاصلاح السياسي، لانه ده اللي هنصر، ده احد الاستثمار المهمه اللي هنقصدها في المستقبل. وعشان كده اقدر اقول لحضرتك استاذ حسام انه اللي حصل في الانتخابات الرئاسيه النهارده او على مدى الثلاث ايام مش هيكون بس اثار وقف على النهارده، لا، انت هتلاحظ اثاره الايجابيه على كل الانتخابات القادمه. نسبه المشاركه هتزيد. نتمنى ده برضو، احنا يعني عشان برضو احنا في تجربه ديمقراطيه، التجربه دي لسه تعتبر وليده وليست عريقه، وبنحاول نحسن كل مره، نزود نضيف من الناحيه الشكليه الاجرائيه وكم من ناحيه كمان
المضمون نفسه وما يقدمه المرشحون في الحملات الانتخابية يعني بنتحس، لكن ما وصلناش لمرحلة الكمال لسه أو المرحلة اللي احنا بنتمناها عشان برضو يعني لسه قدامنا طريق طويل يعني برضو. بالتأكيد أنا قلت لك إيه، قلت لك المسار الديمقراطي احنا حريصين إنه يكتمل طبعا، لكن احنا لسه في المشوار طويل. لكن وانت ماشي في المشوار انت بتشوف مؤشرات قدامك، بتشوف نتائج قدامك، هي دي اللي بتشجعك او هي طبعا. دي اللي بتديك حالته السلبيه. ولما نقارن بالانتخابات اللي قبليها لا في تطور كبير. بالضبط هو ده تطور كبير جدا بمقارنه باللي قبليها، يعني في نشاط حزبي كمان بدا يبان على الارض. هو ده عشان كده قلت يعني مسيرات حشيده للاحزاب شفناها بتشتغل بقى على الارض، حتى كان في حشد طبعا من كل الاحزاب وده مفهوم، لكن فكره العمل على الارض كمان يعني كنا بنفتقدها من كتير من الاحزاب المصريه. هو ده اللي بقول لحضرتك يا استاذ سالم، انه النهارده ثبت ان العمل الحزبي يجب ان يكون هو الاساس لعمل السياسي، وبالتالي دور الاحزاب هتشوفه بينمو الفتره القادمه. دور الاحزاب هتشوفه بيبتدي هتشوف على فكره، لا تستغرب اذا وجدت مش عايزينها بس تبقى مناسبه، يعني عارف حضرتك يا استاذ احمد مناسبه للانتخابات خلصت خلاص الاحزاب خلصت، لا المفروض يعني وحضرتك طبعا استاذنا في ده تشوفهم منخرطين بقى في العمل الثقافي والعمل الاجتماعي والعمل الاقتصادي، مش بس فقط في الجانب السياسي، تبقى احزاب بقى قويه وتنمو وتبقى ليها قواعد جماهيريه اكبر من كده، ده هيفرق معانا في اي استحقاق قادم. يعني لو انت بتتكلم على احزاب فكل اللي حضرتك بتقوله ده يا حسام يجب ان يكون على اجنده الاحزاب الفتره القادمه. بالظبط الملف الاقتصادي والملف السياسي، بس ايه؟ مش مجرد انك انت بتثير مشاكل، لا انت يجب احزاب طامعه في السلطه. ما هو ايه معنى الحزب؟ الفرق ما بين الحزب والجمعيه الاهليه ان الحزب دائما هدفه ان يصل الى الحكم، كده؟ فلازم عشان تصل الى الحكم لازم يكون عندك حلول للمشاكل، قدم حلول، قدم افكار، قدم برامج، قدم اقتراحات، قدم رؤى عشان يبقى ليك تواجد حقيقي في الشارع. اعتقد ان هذا سوف يحدث في الفتره القادمه، وان يكون احد اهم التاثيرات الايجابيه للانتخابات الرئاسيه وهذه المشاركه ودور الاحزاب فيها ان يكون تاثير ايجابي على دور الاحزاب في الفتره القادمه. انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ احمد ايوب رئيس تحرير مجله المصور، نورتنا، وعايزين نشوف ونرصد الظاهره كمان يعني اجتماعيا ازاي المصريين بيفكروا في هذه الانتخابات. وقريت بعض التحليلات حتى في نيويورك تايمز، فيفيان هيل واحده من ابرز كتاب نيويورك تايمز بتقول ان المصريين اختاروا الامن قبل كل شيء. هل ده حقيقي؟ نسال الدكتوره هدى زكريا استاذ علم الاجتماع السياسي. اهلا بك يا فندم منوراني. اهلا بحضرتك يا استاذ حسام. اهلا بحضرتك. كل سنه والمحروسه بخير. يا رب دائما، وحضرتك طيبه بألف خير برضو. احنا في نهايه العام ان شاء الله يبقى ختام العام جيد، واعتقد ان المشهد ده يعطي جرعه من التفاؤل. حضرتك شفت ازاي المشهد ده؟ وهل فعلا كما يقول الاجانب يعني والمتابعين للانتخابات المصريه ان المصريين اختاروا الامن اولا وقبل كل شيء؟ والله يعني خليهم يتعلموا من المصريين بقى، لان مصر حيرت اعدائها. يعني كل اللي بيقعد كده ويمسك الورقه والقلم ويقعد يذاكر فينا، ها احنا ما ادينالوش الباسورد بتاعتنا ولم نبوح لهم، احنا نبوح للابن المخلص الذي يحمل على يعني كتفيه هموم مصر المحروسه. وانا يعني رحت الانتخابات بنفسي وشاهدت كبار السن يستندوا على ايدين من يساعدهم من الشباب، وشاهدت مقعدين وناس جايين على كراسي متحركه. ما الذي يدفع هؤلاء لهذا الجهد علشان يروحوا يشاركوا؟ فاللي قعدوا الاول يعني عارف عواجيز الفرح يقعدوا يتوقعوا اللامبالاه السياسيه. لماذا؟ لانه والله الشعب لا مبالي، لانه منهمك في حل مشكلات لقمه العيش. انا بقول لهم الحقيقه انا شفت بنفسي بقى، يعني انا لما روحت فوجئت بانه الجنود لقوا بنت رايحه تنتخب وجايه على كرسي متحرك، فراحوا شالوا الكرسي بيها. يعني حاله من التلاحم والحب والود. وهنا انا لازم اقول لحضرتك حاجه، اللي هو بيتكلم يعني قواعد الديمقراطيه الرشيده اللي الناس بتدي لنا دروسها، ها الديمقراطيه الغربيه دي، احنا اللي اخترعنا اول ديمقراطيه في العالم لما قلنا ها ديمقراطيه دينيه ودي ديمقراطيه منيعه. ما فيش مجتمع
اخترع الديمقراطية الدينية، احنا جات لنا ثلاث اديان مش كده؟ هي الثلاث اديان السماوية، قلنا موسى نبي وعيسى نبي ومحمد نبي، مش دي ديمقراطية؟ مش كده؟ دي الديمقراطية الشعبية. فلما انا ابص الاقي قنوات الاعداء بتبذل جهد رخيص لتشويه الوضع السياسي في بلادنا، ها؟ اظن انهم دلوقتي المشاهدة صدمتهم وصدمت من ارادوا بنا السوق، فحقت عليهم دائرة السوق. صح. والله كنت يعني تأكيد لكلام حضرتك، كنت لسه شايف فيديو على الانستجرام بيتكلم فيه واحد من الربايز بس اللي هم معادين للصهيونية من حركة الناتوري كارتا وكده، بيقولوا ان احنا العصر الذهبي لليهود كان في ظل الدولة الاسلامية يعني بالمناسبة، او هو الراجل بيقول يعني انتوا الناس فاهمة التاريخ غلط وفاكرة ان احنا انه العرب او الشرق او الصين ضد اليهود بشكل مطلق، لا هم ضد الصهيونية. يعني عطفا على كلام حضرتك عفو، بس الجزئية اللي حضرتك ذكرتيها اصلا لطيفة للتأمل. انا كمان عايز اقول ان احنا نرى في الديانة اليهودية ونحترمها ونعترف بيها، لكن حركة الصهيونية هي حركة اعداء بالزبط. دي قصة تانية. أيوة لكن احنا بنفكر الناس اللي بيتكلموا دايما ويتظاهروا ان هم يعني معاهم مفاتيح الشعب المصري، لا هقول لهم مصر خرطها الخراط وتمدد مات، يعني ما تعملتش تاني واحدة زيها. لماذا؟ لان اولا حضرتك اطول تاريخ في العالم، فتجاربك اكتر تجارب وكانت معظمها تجارب قاسية. انت حاربت 40 امة، مش 40 امة جم يحاربونا وبعضهم كان ينتصر عسكريا فنهزمهم ثقافيا بحقيقة ونمنعهم من انهم يعني يخرج العدو من عندنا، وقد فقد شخصيته وسماته وانمحى من التاريخ. انت محيت بالاستيكة قوة هائلة اسمها التتار، مش كده؟ هما دلوقتي مش اعضاء في الامم المتحدة ليه؟ لان انت اللي كنت ماسك مفاتيح سر البقاء والاستمرار، ودي اللي بيحاولوا يقروها اعدائنا. لماذا نحن الذين نبقى ونستمر في ايام الضعف والقوة؟ نبقى ونستمر، احنا مش مشغولين بتحصيل كم درجة في الديمقراطية. بالظبط. عشان كده حاولوا تفتيت النسيج وضربه في مقتل، وهنا بقى كان المطلوب ان احنا نقوم كلنا نقطع بعض. ده حلمهم بقى. انما هنا انا بقول لهم طبعا خاب ظنكم ليه، لانه لا هما ما بيقروش تاريخ كويس. الحقيقة احنا انشغلنا منذ بداية التاريخ، يعني عارف قوانين الجيولوجيا اما يقول لك ايه اصل الالماز اللامع الغالي ده؟ اصله فحم حجري بالحرارة والضغط الشديدين يتحول الى ماس، مش كده؟ عبر الاف السنين. هي دي الشخصية المصرية. الشخصية المصرية المواطن المصري ده هو قطعة الالماز اللي عاش التجربة التاريخية القاسية. ده محمد علي يا سيدي نزل الى القاهرة 1805 كما تعلم، فشاهد مشهدا مأساويا كان عليه انه يهرب جري، لانه لقى جثث الناس في شوارع القاهرة القديمة. الجبرتي يقول لك كانت الأسرة تموت بكاملها بالطاعون اللي نقلوه جنود الحملة الفرنسية، وتعذيب المماليك للمصريين، يعني ما فيش حاجة إلا ما هي فيها معاناة. فبيسأل هو ده، أنا أسمع أن الشعب المصري شعب عظيم وهايل وبحلم أجيله أعمل مشاريع نهضة، فلماذا لا أجدهم؟ قالوا له والله هم يعني متناثرين دلوقتي عشان الحالة اللي هم فيها. قال يعني موجودين؟ قالوا له نصهم كده. قال وبهم استطيع ان ابدا، وراح طارع القلعة 1805، 6 سنين فقط. 1811 كانت مصر بتمتلك افريقيا لغايه اثيوبيا وواخده الاراضي الحجازيه ومهدده شرق الحجاز ومهدده تركيا. ده احنا كنا مهددين تركيا وصلنا الاستانه كمان اللي احنا كنا اتباعها. فهنا يعني الشعب المصري دايما يتهكم على اعدائه ويعمل تاريخ بقى من الامثال اللطيفه يعني الشعبيه. يقول ايه يعني هو اولا كمان يا دكتوره، لو فكره يعني اعتقد وحضرتك استاذتنا طبعا، يعني انا الواحد لما بينظر لهذه الانتخابات بيقول انه ولا اعرف ناس نزلت كتير، مش لاختيار شخص معين على قد ما نزلت برضو لاختيار فكره الاستقرار وفكره انه احنا لازم احنا امه، والأمة دي ليها دولة، الدولة دي بحدود معينة منذ فجر التاريخ لا تتغير، فاختاروا فكرة الأمن والحفاظ على صلب الدولة قبل ما يختاروا المرشح بأمانة، يعني أي مكان هو مين. يا أستاذ حسام، إحنا اللي اخترعنا كلمة دولة. يعني إحنا في يوم من الأيام قبل التاريخ، ده ما بيكتبش في التاريخ لأنه قبل التاريخ جملة واحدة، قامت صراعات بين السكان اللي حوالين نهر النيل.
كم سنة، 50 ولا 100 ولا 500 ما نعرفش. لكن عندما ظهر النضج السياسي والوعي السياسي لهؤلاء المتصارعين، قرروا ان مين يوحد القطرين، انه تتوجد دولة، وكانت اسمها حكومة المهرة والفنانين. يعني ما كانتش حكومة الفلاسفة زي اليونان، لا، دي حكومة مهرة وفنانين، اطباء ومهندسين وناس بيبنوا حضارات. فلما انت بادئ بالسكة دي من عشرات الالاف من السنين، نقول للناس بقى اللي ما بيقروش تاريخ، لا يا جماعة بصوا كده كويس، وبالذات اللي قاعدين يخططوا ويتأمروا يعني على كيف يفككوا ترابط الشعب المصري وحرصه الشديد. نقول لهم يعني ايه، الشعب المصري قال عليهم في مثل شعبي لطيف قوي، يقول بقهم بيسقط وحجرهم بيلقط. يعني ايه؟ يعني هم يقولوا كلام عبيط بس يقع عندهم هم، نحن لا نتأثر به. فهنا الشعب المصري هو القائد وهو المعلم كما قال الزعيم الخالد جمال، ودي حقيقة، وهو اللي بيوجه كل التحية رغم الصعوبات والتحديات الكبيرة والمعاناة اللي احنا ما ننكرهاش طبعا، والتحدي اقتصادي ضخم عانينا أكثر من كده، لكن الناس في نهاية الأمر بتيجي على نفسها، وده شيء الحقيقة يذكر في التاريخ. يعني أنا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا يا دكتور، نورتينا. دكتورة هدى زكريا، أستاذ علم الاجتماع السياسي والعسكري، شكرا جزيلا. هنروح مع حضراتكم لفاصل، وبعد الفاصل نرجع نكمل. هنروح بقى للزيارة وتطورات ما يحدث في أراضي الفلسطينية طبعا، وعندنا مجموعة من التطورات اللي ما تابعش كمان الأيام، لكن بالأمس كان في كمان جلسة الأمم المتحدة الجمعية العامة، ونتوقف كمان ونحلل المشهد وهنشوف هل ده يضيف على الأقل ضغوط على الجانب الإسرائيلي الذي يمضي غير عابئا بأي قانون، لا قانون إنساني ولا قانون دولي ولا أي شيء. بعد الفاصل نتكلم مع حضرتك وندمج. حضراتكم مرة تانية، هنروح لملف آخر مش منفصل عن حياتنا اليومية، وما كانش منفصل عن قرار المصريين وشعور المصريين الأيام الثلاثة الماضية، بالعكس كان ليه ظلال مهمة على الانتخابات الرئاسية المصرية. ولكن هنتابع كمان مع حضراتكم آخر وأبرز التطورات، وطبعا اللي كان منشغل بالانتخابات برضو نقول له إيه الجديد. احنا طبعا كنا أمام قرار أممي للجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو قرار تاريخي سيكتبه التاريخ، بيطالب بوقف إطلاق النار فورا وبدون شروط، والقرار ده وافقت عليه أكثر من 150 دولة. تخيلوا حضراتكم، يمكن القرار الأكثر موافقة عليه في التاريخ كمان. يعني
حتى الدول اللي يعني اشتهرت بدعمها لإسرائيل في الفترة الماضية كتير منها إلا امتنع عن التصويت، مثلا زي إنجلترا، أو علق صوته يعني، أو يعني عفوا يعني عمل سستين أو سستين للقرار، بمعنى أنه هو لم يشارك فيه، ما شاركش، أو بدأ حتى يرفض. وده حصل برضو مع عدد من الدول الأخرى منها فرنسا. وبالتالي احنا امام مشهد دولي بيشوف انه الامور زادت عن كل التوقعات وفقت كل الحدود، بل انه بعد قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة طبعا هو مزيد من الاحراج للجانب الامريكي اللي رفض القرار، ومنها وبعض البلدان البسيطة يعني او غير المؤثرة على الساحة العالمية بشكل كبير جدا، بعض الجزر بالاضافة الى التشيك والنمسا ودولتين باراجواي وغواتيمالا. ولازم نذكر مواقف هذه الدول أيضا في هذه الأثناء، لأن الحقيقة مواقف غير مبررة وغير إنسانية بالمرة، وفي تضاريتها طبعا بعد الفيتو الشهير، الفيتو الأمريكي. طبعا سيتوقف التاريخ عند هذا الفيتو، حول كمان قرار الأمس اللي رفضته الولايات المتحدة الأمريكية. ولكن بعديها كان في تصريحات كمان للرئيس الأمريكي جو بايدن بيقول فيها انه اسرائيل فيما يبدو انه هي بتفقد السيطرة على الحرب نتيجة القصف غير المبرر والقصف العشوائي. بايدن طالب نتنياهو بالتخلي عن حكومته، وقال انه بن غفير وجماعته من المتطرفين لا يرغبون في حل الدولتين. وبالتالي ايضا بدأ يبان للسطح الاول مرة خلافات قوية ما بين الإدارة الأمريكية ونتنياهو. حتى نتنياهو خرج وقال إنه في تعارض في بعض وجهات النظر مع جو بايدن والولايات المتحدة الأمريكية في عزمها على مواصلة الحرب، والحرب بشكلها الغير إنساني القذر، يعني ما فيش كلمات ممكن تصف ما يحدث الآن في قطاع غزة، خاصة مع تفاقم الوضع الإنساني بسقوط الأمطار. فأصبح كمان في تهديدات كبيرة على النظام الصحي اللي خرجت منه، بنتكلم عن 35 مستشفى خرج منهم أكثر من 23 مستشفى، تخيل 2 أو 3 مليون مواطن، 2.5 مليون مواطن، ما فيش غير أقل من 10 مستشفيات يستطيعوا التواجد فيها، والمستشفيات دي بتعمل بنصف طاقتها نتيجة نقص الأدوية ونقص البنزين ونقص السولار، وكمان بتواجه نقص كبير جدا في كل المعدات المتعلقة، حتى الأكفان نقصة في إسرائيل. طبعا أثناء الانتخابات كمان ما ننساش أنه كان في وفد من مجلس الأمن بيزور معبر رفح وبيشوف الموضوع على أرض الواقع، وده أثر بشكل كبير جدا، ومصر قامت بدور كبير في هذا الموضوع على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة. هنتكلم أكثر من 150 دولة وقفت بالإطلاق بوقف ثوري لإطلاق النار، وده يدعونا للتساؤل حوالين الموقف الأمريكي في الأيام القادمة، وهل ممكن يمارس مزيد من الضغط على نتنياهو وجماعته لوقف العدوان أو على الأقل لهدنة. هنشوف ده مع الدكتور مهدي عفيفي القيادي بالحزب الديمقراطي الأمريكي، بيضم لينا من الولايات المتحدة الأمريكية. أهلا بك فندم، منور بيك وبضيوفك الكرام. يعني هل نقدر نقول انه بدأ لأول مرة بيبان على السطح بشكل واضح انه في خلاف بين الإدارة الأمريكية الحالية وجو بايدن اللي كان بيقول من أيام انه بيعتبر نفسه صهيوني مع إسرائيل وحكومة نتنياهو تحديدا؟ خلينا يعني نفصل الأمر عشان المشاهد يعرف معنا. الواقع ان السياسة الأمريكية داعمة لإسرائيل 100%، وفي البداية رأينا الحقيقة الحقيقة بتاعت ما قاله بايدن وما قاله بلينكن، انه هو بيأتي الى اسرائيل، ودي اول مرة في التاريخ تحصل ان وزير خارجية دولة يذهب الى دولة اخرى ويقول انه هو يعني بيفتخر بانه هو صهيوني او يهودي دون النظر الى وظيفته كوزير خارجية. التحيز الغير مسبوق هذا دائم. ما حدث ان اولا الضغوط الداخلية، يعني لا ننسى ان لا يتم ولا يأتي يوم في الولايات المتحدة الامريكية الا وهناك مظاهرات غير ما رأينا في التاريخ. يعني انا من 40 سنة في الولايات المتحدة الامريكية
لم أرى هذا الحجم والكيف من المظاهرات ومن ناس مختلفين. يعني رأينا اليهود الأمريكيين أنفسهم يغلقوا أحد أكبر محطات القطارات في العالم وفي نيويورك. رأينا أمس امبارح بعض من هؤلاء بيروحوا للبيت الأبيض ويربطوا نفسهم في أسوار البيت الأبيض مطالبة بالإفراج عن الرهائن. رأينا يوم الحد المظاهرات تغلق في نيويورك واحد من أكبر الكباري اللي هو بروكلين بريدج ويتم رفع العلم الفلسطيني على بروكلين بريدج. وطبعا من قبل ذلك كثير. إضافة كما تعلم الولايات المتحدة الأمريكية فيها مجموعات بحثية وفيها مؤسسات بتأخذ الرأي. وصل ان شعبية بايدن اصبحت في الحضيض سواء مع المواطن الامريكي العادي او حتى من الفاعلين وحقوق الحقوقيين. لذلك كان المستشارين دائما في الايام السابقة في الاسبوعين الثلاثة الاخرانيين دائما بينصحوا بايدن بتغيير الخطاب. لكن لابد ان نعلم الدعم الامريكي مستمر. وهل ده بدا يتغير بالفعل؟ يعني نقدر نقول من التصريحات الاخيره انه بدا يدرك انه هتكون هناك عواقب وخيمه لانه دعا نتنياهو لتغيير الحكومه. دي اول مره نشوفها بشكل واضح. يعني بالطبع بس لازم نبقى فاهمين الحديث اللي على الاعلام شيء وما وراء الكواليس شيء اخر. لو راينا خطاب نتنياهو هنلاقيه انه هو بيهاجم وكانه خطاب انتخابي، يعني لمن مثلنا يعني اللي عمل في المجال الانتخابي. نتنياهو بيخاطب خطاب انتخابي بيقول انه هو الوحيد اللي يقدر اللي يضمن امن اسرائيل وانه هو الوحيد اللي مش هيمرر حل الدولتين. هو بالمناسبة حل الدولتين لدينا داخل الولايات المتحدة الامريكية كان هو ورقة يعني ورقة لإسكات من يتكلم في القضية الفلسطينية، لان مرارا وتكرارا تم اكترار موضوع حل الدولتين. لكن الواقع الداخل من داخل أمريكا إنه ليس هناك حل دولتين، هناك هدف بنياء الصهيونية في التوسع في المنطقة العربية ويأتي هذا بالتدريج. ما حدث في سبعة لأنه نتنياهو كمان من يومين قال لك احنا أخطأنا في أوسلو. يعني بالضبط، يعني حتى يعني مش عاجبه المسار اللي احنا رحنا له واحنا غصبين نفسنا عليه، قلنا بداية مسار سلمي وبتاعه، وكمان مش عاجبه ده. هو عايز يرجع الى ما قبل اوسلو ومدريد وكل الكلام ده. هي كشفت الحقيقة والوجه القبيح للصهيونية الاسرائيلية، ان كل ما كان يحدث ده كان مجرد هو محاولة لاخماد وقتل القضية الفلسطينية والاستمرار من الصهيونية في التوسع في المنطقة العربية. دي لو احنا سمعنا بس كلامهم في 65-66 يوم اللي فات هنعرف حقيقة الاهداف اللي هم بيفكروا فيها، حقيقة امالهم، حقيقة ان الفارق ان دي ناس مش بتتكلم عن سياسة، دي عقيدة، دي بتتكلم عن عقيدة وعن شيء هم ممكن يظهروا شيء ويبتسموا. واكبر خسائر هؤلاء وقالها المفكرين لدينا في احد ان اكبر هذه الخسائر ان الدول العربية التي كانت تريد ان تنشئ سلام مع اسرائيل بدأت تتساءل سلام على اي اساس اذا كان انتم من داخلكم تكنون الكراهية والبغض للعرب والمسلمين علانية. علانية الكلام ده هم اللي قالوه. يعني احنا لو مهما كان سواء حتى بدأنا نلاحظ تغير شوية في الخطاب الاعلامي الامريكي. يعني واضح ان الناس هل حضرتك راصد ده برضو عندك يعني، او نقدر نقول ان ده بيحدث بالفعل ولا برضو مش زي ما احنا متخيلين؟ لكن انا متابعاتي للسي ان ان وبعض واشنطن، يعني برضو واشنطن بوست بدأت تبقى فيه اصوات بتقول انه يعني ممكن ده ما يكونش من اجل الفلسطينيين ولكن من اجل صورة اسرائيل وامريكا حتى. بالطبع هو في بالفعل زي ما حضرتك ذكرت بدأ تغير حتى الاعلام الامريكي وخاصة الحاجات الكبيرة زي سي ان ان، واشنطن بوست، وول ستريت جورنال. الناس دي بدأت وبدأ في ناس من داخل هذه المؤسسات بيقولوا احنا سنفقد المصداقية. يعني مؤسسات اعلامية كان طبعا عليها ضغط شديد لان كما نعلم المؤسسات الاعلاميه دي مسيطر عليها رجال المال والذين هم اصلا يعني من الصهاينه معظمهم.
حتى رئيس جامعة هارفارد كان عليها حملة كبيرة وطلبوا باستقالتها للسماح للسماح بالتظاهر داخل الحرم الجامعي من أجل دعم القضية. وبعد كده شفنا الإعلام بيسلط الضوء على القصة دي انه اللي حصل عشرات من البرقيات التضامنية والمواقف التضامنية في كل الجامعات الأمريكية معاه. طبعا ولو تتذكر منذ بداية هذه المأساة جامعة هارفارد 31 مجموعة طلابية ومنها مجموعات يهودية قامت بمظاهرة وأغلقت تقريبا جامعة هارفارد. بالضبط. الجامعات العملاقة أحد أهدافها هو تنمية الفكر لدى الطلبة. فرؤساء هذه الجامعات كان فيه ثلاث رؤساء هما سيدات. كان هناك مناقشة داخل الكونغرس كما رأيناها وسمعناها كلنا لمحاولة كبح جماح الحراك اللي نشأ في أمريكا. معظم الحراك يعني أنت لو حضرتك نظرت المؤسسات البحثية بتقول أن النهاردة 80% من الشباب ضد ما يحدث في غزة في أمريكا من 19-35 سنة. داخل أمريكا 80% من الشباب بيروا أن ما يحصل في غزة ده. ليه؟ لأن هؤلاء لديهم وسائل أخرى غير الإعلام التقليدي. وده اللي عمل فرق. الناس دي ما بتتفرجش على تلفزيونات. دي عندها انستجرام، عندها تيك توك، عندها فيسبوك، عندها ودي مع حتى كل محاولات بعض هذه الوسائل للسيطرة على الخطاب، لكن الرسائل كانت توصل بشكل واضح وصريح. ويعني حاجة زي تويتر السابقة اللي هي اكس الآن فتحت المجال لعرض كل هذا. فالشباب اللي هم لهم وسائل غير الوسائل القديمة التقليدية وصلت لهم الرسالة الحقيقية، وهم دول اللي دائما يعول عليهم المرشح في الانتخابات الرئاسية. الشباب بالإضافة اللي هم ليسوا ديمقراطيين أو جمهوريين، اللي هم ناس بيبقوا على الحياد، ودول تقريبا من حدود 40-45%. والأبحاث بتقول إن هؤلاء الآن لا يتفقون مع سياسة بايدن، لأن بايدن ظهر منحاز بشكل كبير جدا لإسرائيل. إضافة أن ما قام وقال قاله فكان السؤال هل الولاء. طب دكتور مهدي استأذنك تظل معنا وبس نشرك معنا في الحوار. دكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، أنا بك يا فندم منورنا. أهلا وسهلا، أهلا بكم. يعني طبعا كل الدعوات والصلوات مع ابناء الشعب الفلسطيني. كنا سعداء بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، هو قرار تاريخي اكثر من 150 دولة، ولكن مع ذلك يبدو ان اسرائيل غير عابئة، وطبعا بدعم من الولايات المتحدة الأمريكية، وترغب في نقل الصراع للضفة الغربية. طبعا شايفين ما يحدث في جنين وايضا تحرشهم بالسلطة الفلسطينية. يعني شايف ازاي هذه الجزئية، وهل نحن ذاهبون لتوسيع الصراع حتى في الضفة؟ هو الصراع في الضفة الغربية موجود. موجود طبعا، لكن توسيع موجود. الصراع ايضا يعني. ومنذ بدايات النكبة الفلسطينية. نعم. الان نحن نعيش حالة صراع مستمرة مع هذه الطغمة الشرذمة المعتدية المحتلة. نعم. التي تغتصب أرضنا وحقوقنا وتمنعنا من ممارسة حياتنا بشكل طبيعي كباقي شعوب الدنيا. هذا الصراع المستعر منذ أكثر من 7 عقود سببه وجود الاحتلال. لو لم يكن الاحتلال موجودا لما كان هناك صراع. وبالتالي من يريد أن يتعامل بشكل موضوعي مع ما يجري ويبحث بشكل موضوعي عن حلول ومخارج، الحل معروف والمخرج واضح: إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه الطبيعية كباقي شعوب الدنيا، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة والخلاص من الاحتلال والتمتع بالحرية والكرامة الإنسانية كباقي شعوب الدنيا. بغير ذلك لا يمكن أن يكون هناك لا سلام ولا أمن ولا استقرار، وكل الجهود المبذولة في غير هذا الاتجاه هي مضيعة للوقت وتبديد للجهد فيما لا طائل وراءه. الطريق الوحيد لتحقيق الأمن والسلام والاستقرار هو إنهاء الاحتلال وكف يد هذا الاحتلال عن العدوان على الشعب الفلسطيني
وتطبيق قرارات الشرعية الدولية القاضية بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس. بدون ذلك لا أحد يعني ينتظر لا سلام ولا أمن ولا استقرار. طبعا هذا الاحتلال المجرم بوجهه القبيح، ولكن العالم كله والآن مثيرات في كل الدنيا بتشد من أزر الفلسطينيين وبتقف بجانبهم، حتى الموقف الدولي. وأنا عايز أسأل حضرتك هنا، يعني لاحظنا أنه بدأ يعني تغير في خطاب بايدن اللي كان بيصف نفسه بالصهيوني الحقيقة، وأنا أحسبه منهم بالتأكيد، بيدعو إسرائيل إلى تغيير حكومتها، وبيقول أنه إسرائيل غير راغبة في حل الدولتين، وبيدعو للتخلص من بن جفير وجماعته. شايفين هذه التصريحات ازاي؟ وهل يمكن البناء عليها في الفترة القادمة، ولا هي الاستهلاك الاعلامي فقط مع زيادة الضغط على صورة الولايات المتحدة عالميا؟ المشكلة الحقيقية هي في الادارة الامريكية، او يعني اقول في كل الادارات الامريكية المتعاقبة، التي هي عمليا ادارات صهيونية مساندة لاسرائيل، بل متبنية لإسرائيل، مستخدمة لإسرائيل، وتوظفها في تحقيق سياسات الولايات المتحدة، سياسات العدوانية للأمريكان للاستعمار القديم والجديد. تتمثل في هذه الدولة أو الكيان الإسرائيلي المغتصب للأرض الفلسطينية. هذا الدعم الأمريكي ليس دعما مبدئيا ولا دعما أخلاقيا ولا قيميا ولا قانونيا ولا هو دعم إجرامي، دعم مصالح، دعم إجرامي، دعم مصالح، دعم إجرامي لمجرمين مبني على تحقيق مصالح. هم يرون في إسرائيل مصلحة أمريكية، وبالتالي من أجل هذه المصلحة يضربون بعرض الحائط كل المواثيق والأخلاق والقيم الدولية والإنسانية، ولا يقيمون وزنا لأي اعتبار غير اعتبار المصلحة الأمريكية. يجب أن توجه الأصابع والانتقادات والضغوط باتجاه الإدارة الأمريكية، لأنها هي صاحبة القرار في العدوان، وهي صاحبة القرار في وقف العدوان. بإمكانها أن توقف العدوان بكلمة واحدة في أقل من 5 ثواني. قرار من الرئيس الأمريكي بوقف الحرب سوف تتوقف فورا. ولدينا شواهد كثيرة في تاريخ العلاقة بين الجانبين. القرار في الولايات المتحدة بإمكانها، كما قال الرئيس أبو مازن أكثر من مرة، بإمكان أمريكا أن تأمر إسرائيل بوقف العدوان حينها سوف يتوقف. لا تحتاج إلى ممارسة الضغوط، هي تعطي أمر فقط. طيب دكتور، أيضا هناك تحرش هناك تحرش غير عادي من نتنياهو بالضفة الغربية. شايفين ما يحدث في جنين، وأرجوك أنك تطمئن على ما يحدث في الضفة، ولكن حتى فيما يتعلق بإدارة السلطة الفلسطينية لغزة، هو يرفض ذلك، هو يرفض حتى مسار أوسلو، وبالتالي حتى السلطة الفلسطينية هو يتحرش بها بشكل واضح وجلي، ورغب فيما يبدو في توسيع الصراع معها. يعني قرأت أيضا أنه في واحد من تصريحاته كان بيقول أنه في احتمالية للمواجهة مع الشرطة الفلسطينية في الضفة الغربية، فقرأتك أيضا لذلك. نتنياهو شخص مجرم، كل سياساته إجرامية مبنية على قاعدة العداء للشعب الفلسطيني ولحقوقه الوطنية. هو لم يؤمن في يوم من الأيام أي نوع من السلام أو التعايش أو التفاهم مع الشعب الفلسطيني، لم يؤمن في يوم من الأيام بذلك، وكان من أشد المعارضين حتى الاتفاقات أوسلو التي دفنتها إسرائيل بالمناسبة، وكان هو أول من دفنها وأول من قتلها وأول من تنكر لها. وبالتالي كل ما يقوله مبني على العدوان، ويرغب في ممارسة مزيد من العدوان، ليس فقط في قطاع غزة وإنما توسيع العدوان في الضفة الغربية. كل يوم هناك اقتحامات، وكل يوم هناك اعتقالات وشهداء وجرحى وهدم بيوت واعتداء على المواطنين وانفلات إجرامي لعصابات الإرهاب الاستيطاني المدعومة من نتنياهو. والمشكلة ليست فقط في الوزراء اليمينيين اللي حضرتك ذكرتهم، بن كفير وسموتش والشلة التعبانة هذه،
المشكلة الحقيقة في نتنياهو نفسه. نتنياهو أكثر إجراما وعنصرية ودموية وعدوانا على الشعب الفلسطيني وعدوانية ضد الشعب الفلسطيني من هؤلاء الأوباش. هؤلاء الأوباش صبيان نتنياهو. نتنياهو هو المجرم الحقيقي. نتنياهو الذي يتحمل وزر كل السياسات المعادية للشعب الفلسطيني، ومن وراء نتنياهو الإدارة الأمريكية التي تدعمه وتتبناه وتمده بكل مادة الحياة، من الدعم السياسي إلى الدعم المالي إلى الدعم العسكري. كل الضحايا الفلسطينيين الذين سقطوا على مدى كل العقود الماضية والذين يسقطون الآن في قطاع غزة وفي الضفة الغربية، يسقطون برصاص أمريكي وببنادق أمريكية وبصواريخ أمريكية وبطائرات أمريكية وبتوجيه أمريكي وبغطاء أمريكي. نعم. المشكلة مع الولايات المتحدة الأمريكية، هذه الإدارات المتعاقبة هي التي تعادي الشعب الفلسطيني. نعم. وتتبنى كل منطق عدواني وكل سياسة عدوانية تقوم بها وتنفذها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني. نعم. أنا بشكرك يا دكتور، وإن نصر الله آتي ولو بعد حين، ويعني عزائنا أن الشعب الفلسطيني بيستر ملحمة ستخلد في التاريخ. النهاردة في صباح اليوم كان في إعلام من قبل الجيش الإسرائيلي عن واحدة من أكبر الضربات اللي تعرض ليها، مقتل 10 من عسكريي في الشجاعية، طبعا بعد كمين نصبوا المقاومة الفلسطينية، وضربة قوية. يعني حتى اعترف الجيش الإسرائيلي بأن المعارك هناك كانت قاسية، وأعلنت كتاب القسام النهائي كانت من مسافة صفر. دكتور محمد مهدي حضرتك معانا؟ دكتور مهدي. ايوه. يعني الحديث كله عن انه لن تتوقف هذه الحرب الا بموقف امريكي، ما الذي يعني يخلينا نأمل ان الولايات المتحدة الامريكية ممكن تتخذ موقف مغاير عما شاهدناه في الشهرين الماضيين؟ خلينا نكون واقعيين كما اعتدنا في الولايات المتحدة الامريكية. دائما اقولها في كل اللقاءات، إسرائيل هي الولاية الأمريكية الأولى داخل الولايات المتحدة الأمريكية بلا منازع. أي قرار في الكونغرس الأمريكي إذا مر يمر بستين أربعين حاجة وخمسين حاجة وأربعين. القرارات الوحيدة التي تمر بنسبة أكثر من 95-96% هي ما تخص إسرائيل، سواء كان من الديمقراطيين أو الجمهوريين. فلذلك لفهم هذا، ده رئيس الأوكراني بيقول للولايات المتحدة الأمريكية العالم بيتابعنا وانتوا نسيتونا خالص. لذلك لذلك لابد أن نفهم أن الصهاينة عملوا على ذلك منذ سنوات طويلة، مش من 75 سنة من الاحتلال، من قبل هذا. لا يوجد كونغرسمان، عضو مجلس نواب او عضو مجلس شيوخ لدينا في الولايات المتحدة الامريكية يستطيع ان يقاوم الصهاينة. هناك 9 فقط، منهم الفلسطينية ومنهم الذين تكلموا ويعترضوا. لكن مجلس النواب فيه 435. لكن في جناح في الحزب الديمقراطي احنا عارفين ان هو بيؤيد وقف الحرب، وشفنا اعتراضاته، ويمكن حضرتك يعني تكون من هذا التيار. يعني للأسف انه ده مش قادرين نشوف تأثيره بشكل قوي. يعني لماذا؟ لان دي اقلية، احنا اقلية شديدة، ولا تتصور حجم الهجوم الذي نتعرض ليه. لكن انت بتسأل، الحل هو ما يحدث الان، الضغط الشعبي الذي لا يستطيع حتى السياسي الامريكي ان يقاومه، الضغط الدولي اللي طبعا العالم كله يراه، وسمعة الولايات المتحدة الأمريكية ودفاعها عن الحريات أصبح لا يساوي شيء، مجرد حبر على ورق. ما تقوم به والمنظر الذي رأيناه في الجمعية العامة، أن ممثل الولايات المتحدة الأمريكية نزع سماعة الترجمة وبدأ يلعب في التليفون بتاعه بمجرد ما بدأ العرب في إلقاء خطابهم هذا اليوم. هذا قمة الاستهتار، العالم كله ينظر لما تقوم به. عامة احنا رايحين لنهاية العام والكريسماس، واعتقد ان الضغط الشعبي هيتزايد. ما يحدث هو انعكاس للقيم
الأمريكية اللي صدعونا بيها على مدار عقود. هنشوف مع نهاية العام ربما يكون هناك أمل حتى في هدنة إنسانية. كل الدعوات وكل الصلوات لأهلنا وأشقائنا في فلسطين. آمين يا رب. شكرا لحضرتك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور مهدي عفيفي القادي في الحزب الديمقراطي الأمريكي. هنروح حضراتكم لفاصل. بعد الفاصل قراءة في 3 أيام ملحمية. إيه اللي نستفاده من التجربة المرة دي؟ بعد الفاصل ألتقي بضيوفي. أنا بحركه مرة تانية في 90 دقيقة وهخش في الموضوع على طول. 3 أيام بنعتبرهم استكمال لتجربة ديمقراطية بنبنيها عبر السنوات. التجربة دي فيها إيجابيات أحيانا بتزداد وفي أيضا نقاط بنتوقف عندها عشان نطورها ونحسنها ونقدر نمشي لأمام. لكن المصريين كلهم نزلوا على شعار واحد، الحفاظ على الدولة المصرية وإن احنا عايزين نمشي للأمام. إيه اللي استفدناه من هذه التجربة ويمكن البناء عليه مستقبلا وإيه اللي محتاجين نطوره ونعدله؟ هاخد المحورين دول الأساتذتي اللي منورينا هنا. الأستاذ عادل السنهوري رئيس التحرير التنفيذي اليوم السابع، برحب بحضرتك يا فندم. أهلا بيك حسام وسعيد أكون معاك. وأنا جدا جدا وهغطي مع بعض. أنت غطينا انتخابات على مدار سنوات طويلة كتير تقريبا كل معظم الاستحقاقات وده لطيف لأن حضرتك طبعا هستفيد بالخبرة الكبيرة دي. ودكتورة غادة جابر أيضا منورانا الكاتبة والباحثة في الشؤون السياسية. أنا بيك فندم منورتينا. أهلا بحضرتك. هبدأ مع حضرتك الأول أستاذ عادل. يعني أنت تابعت إزاي 3 أيام اللي فاتوا؟ إيه المشاهد اللي أنت توقفت عندها بتقول لا ده إيه احنا فارقين عن الانتخابات اللي قبلها او عن السنين اللي فاتت على الصعيد السياسي؟ ايه الفرق اللي خلينا الاول نقول انه لازم يعني لما نيجي نتعاطى ونتناول المشهد الانتخابي على مدار 3 أيام اللي فاتوا لازم من عدة زوايا وليست من زاوية واحدة. اولا من زاوية ادارة العملية الانتخابية ودي بصراحة دي اللي ابهرت الجميع وادهشت الجميع من ناحيه الاجرائيه من ناحيه كل شيء. تسيير العمليه الانتخابيه لم تكن هناك رغم كل العدد الكبير جدا من وسائل الاعلام بتتكلم على اكثر من 2000 اعلام منهم 523 من مراسلين اجانب ل 110 وسيله اعلاميه اجنبيه بتتكلم لمؤسسات وهيئات رقابيه اقليميه ومحليه ودوليه بتتكلم على بعثات دبلوماسيه كانت بتراقب. لم تكن هناك ملحوظة تتعلق بإدارة العملية الانتخابية. إشراف قضائي كامل. يمكن ملحوظة اللي أثيرت خلال 3 أيام وهي الكثافة الشديدة من الناخبين والطلب بزيادة أعداد القضاء المشرفين على اللجان. من ناحية الإدارة الانتخابات أعتقد نجزم من نقول تعظيم سلام للهيئة الوطنية للانتخابات لهذه الإدارة السليمة اللي احنا زي بتقول لازم نبنى عليها. احنا كل سنة من 2014 2018 هناك تطور. السنة دي كمان كان هناك تطور مهم اللي هو زيادة أعداد لجان المغتربين في كل مكان تقريبا كان فيه حتى بعض النوادي كانت عاملة لجان مغتربين ودفع كتير قوي بالتأكيد. يعني مهم جدا وأفادت ناس كتير جدا. كان في العاصمة الإدارية كان في محطات السكة الحديد في المطارات كان هنا في مدينة الإنتاج الإعلامي كان طبعا فعلا لجان الوافدين كان في كله ده سهل كتير جدا في المناطق الصحية في الغردقة وشرم الشيخ. الحاجة التانية كمان ان انت اهتميت بشريحة مهمة جدا مجتمعية مهمة جدا ووفرت لها كل التسهيلات وهي اصحاب الهمم. ودي كانت مهمة جدا كانت على فكرة بتهم قوي الرأي العام الاعلامي وبتهم قوي المراقبين الاجانب ان انت اللمسات الانسانية. اول ما يبقى في طريق برايل في اللجنة نفسها كان في الاختيار ده ما كانش عندنا قبل كده وده شريحة كبيرة جدا مش شريحة مش صغيرة يعني تتعدى ملايين. ومعلش في النقطة دي كمان كان معايا عبد الرحمن عرام زميلي هنا اصحاب الهمم برضو واشار كمان انه حتى كان في مترجمين للصم والبكم يعني هو
بيتابع مع زملائه كده، فدي يعني نقطة إنسانية جميلة. يعني احنا في تطور كل مرة، واعتقد ان احنا لن نتنازل عن المستوى ده في اي انتخابات قادمة، سواء تشريعية او رئاسية او حتى انتخابات النوادي. انه لازم نبني على ده، لان ادارة العملية الانتخابية في مفارقة انها يعني زي ما بقول انها ازالت كل اثار الماضي، ذكريات الماضي اللي كنا احنا بنشوفها متعلقه بعمليات الانتخاب والتشكيك في التصويت والتشكيك في البطاقات وتسويد البطاقات او استبدال السنادين. كل دي اعتقد استطاعت الهيئه الوطنيه للانتخابات بالفعل بهذه الممارسه وهذه الاحترافيه الكبيره جدا انها تزيل كل الصور السيئه او الرديئه اللي كانت تتعلق باذهان الناخبين المصريين عن الانتخابات. دي حاجه. الحاجه الثانيه بقى انه المشهد، انا لم اندهش كثيرا، ناس كثيره قوي يعني كانت متخوفه من نسبه الاقبال. انا قلت لا، ما يراش التاريخ السياق التاريخي للمواقف الشعب المصري يبقى هو ما فهمش الشعب المصري كويس. الشعب المصري طلع مش علشان مجرد انه يدعو بصوته في الانتخابات، انما ده كان تصويت على عده حاجات. تصويت على وحدة وتماسك واستقرار الدولة، الجانب الامن بمعنى صح. تصويت ضد كل المخططات وكل المؤامرات اللي ما زالت تحدق بالدولة. الشعور والاحساس الوطني الكبير بانه الدولة الوطنية المصرية بتتعرض لمخاطر وجودية ومخاطر مصرية، فبالتالي هذا الشعب في كل مواقف تاريخية لو حطيناه في السياق التاريخي دائما ما يتناسى كل معاناته وكل مشاكله وكل مصاعبه، وهذا مصلحة الوطن في المقدمة وفي الأولية رغم كل الصعوبات والمعاناة اللي احنا عارفينها. حتى اقتصاديا متهيألي هو عارف التصويت على الاستقرار طبعا هيحسن الاقتصاد، واي هزة دلوقتي بالتأكيد التصويت كمان رغم ان هو بيعاني برضه. التصويت الثالث اللي هو التصويت على الدعاية السوداء والشائعات اللي مارسها اعلام الاخوان تحديدا، ويرهان انه مش هيبقى فيه نزول وانه في مشاعر سلبيه واحباط والاخره. فاعتقد ان دي كان رد قاسي جدا ولطمه قويه جدا ضد هذا الاعلام وهزيمه هذا الاعلام. الرابع تصويت على شرعيه مسار كامل بدا من 30 يونيو. انا بقول ان ده شرعيه جديده لمسار 30 يونيو وشرعيه جديده على ان هذا الشعب متمسك بانجازات ما تم رغم المعاناة ورغم الصعوبات، ولكن شاف انه ده هو ده المسار اللي يجب عليه مسألة البناء والتنمية الشاملة في المستقبل. ولذلك بقول ان الرئيس القادم القائد الجديد اصبح لديه الان مسؤولية كبيرة جدا، مش شرعية صناديق، دي شرعية شعبية كبيرة جدا للنسب الاقبال والتصويت. المؤشرات بتقول كده ان احنا ممكن نقترب من نسبة قياسية بالمناسبة لم تتكرر في تاريخ مصر، قياسية وربما لا تتكرر مرة تانية، ان انت تصل لهذه النسبة اكبر تفوق نسبة 2012. 2012 رغم سخونة المناخ السياسي وقتها وحالة الاستقطاب السياسي والصراع السياسي لم تحقق سوى اكتر من 51.5%. فبالتالي ان انت كان في نقطه انه وبرضه دي تحسب للهيئه العامه للانتخابات، عدد الكتله الناخبه زادت، احنا حطينا 67 مليون ناخب مع القرن 2012، ما كانش عدد ضخم ده برضه، ما كانش العدد الضخم ده، احنا 40 مليون. التصويت المره دي اعتقد ان هو كان تصويت لصالح وطن لصالح مصر. ولذلك الشعب المصري دائما بقول انه دائما ما يبهر وما يدهش للي ما يعرفش تاريخه وما يعرفش جيناته التاريخيه ازاي وتصرفاته ازاي، على طريقه ان عندي مشاكل مع البلد، ممكن اتخانق مع البلد، لكن لما البلد ديت بتعوزني بتناديني بتلاقيني اول الصفوف. ولذلك هذا الاقبال اللي بقول نسبه الوعي، ارتفاع الوعي السياسي لدى الشارع المصري، اتمنى انه ده يستمر ونبني عليه. في نقاش هنقول طبعا اشياء طبعا. دكتوره اهلا بيكي طبعا، و في الجزئيه دي فكره الممارسه السياسيه وحضرتك باحثه في الشؤون السياسيه، هل الممارسه السياسيه لدى الناخب المصري بتتطور؟ حضرتك شايفاها كده؟ ومش بس لدى الناخب، لكن حتى احنا شايفين المره دي يعني شكل حزبي للانتخابات، ده ما شفناهوش برضو في الانتخابات الماضيه. نظرتي ازاي للنقط دي؟
طبيعه الممارسه السياسيه هل بتتطور ولا لا. اهلا بحضرتك وسهلا المشاهدين. وطبعا الانتخابات 2024 ادهشت العالم كله، ما ادهشتش يعني المصريين بس او كان المشهد لينا احنا بس مبهر، العالم كله اتفاجئ بالموقف المصري وبموقف المواطن المصري بمختلف فئاته. المشاركه السياسيه طبعا كانت مشاركه واسعه وكبيره، واللي دل على كده المشاركه بنسبه التصويت اللي ادلت بها صناديق الانتخاب اللي اعلنت عنها الهيئه الوطنيه للانتخابات هي نسبه غير مسبوقه، يعني ان نصل 65% تصويت دي نسبه غير مسبوقه. في 2018 كانت النسبه 41% من نسب المصوتين. احنا بنتكلم عن مشاركه سياسيه متزايده، وانا شايفه ان ده نتاج طبيعي لما حدث في مصر في السنوات الاخيره. احنا بنتكلم منذ عام 2014 وحقيقه الدوله المصريه اخذت مسارات كثيره في التنميه والمشاركه السياسيه على مختلف الفئات. لو اتكلمنا من اول الشباب، الشباب المصري كان ليه صداره كبيره في عديد من الاتجاهات داخل الدوله المصريه، كان اهتمام اول من القياده السياسيه المصريه انطلاقا من مؤتمر الشباب الوطني الاول الى العديد من المؤتمرات التي كان القائد الاول فيها هو الشباب المصري. بنتكلم عن العديد من الاستراتيجيات التي أخذت الاهتمام بعاطق أو بأمور كثيرة لم يتم الاهتمام بها من قبل، زي الاستراتيجية الوطنية للمرأة، لأول مرة يتم تدشين مجلس للقبائل العربية، لأول مرة يتم تدشين استراتيجية لمتحدي الإعاقة. فكل ده كان بمثابة الغرس اللي الدولة المصرية قدرت تحصده بقوة في انتخابات الرئاسة 2024. فكان المشهد المهول اللي احنا شفناه، التزاحم الكبير ما بين المواطنين عشان يطلب اصواتهم. احنا في اول يوم انتخابات كنا بنتابع على الشاشات، كان المفروض التصويت الساعه 9، لقينا المواطن من الساعه 8 موجود امام اللجان الانتخابيه. ده في حد ذاته كان مشهد قوي جدا. 3 ايام كانوا زحمه، يعني عاده كان بيروح بدري، اول يوم بيبقى فيه حماسه الاول، حماسه البدايات وحماسه النهايه بتقل، لكن 3 ايام كانوا شغالين. لا كان بتزيد بالفعل، كان بتزيد. انا صوتت الساعه 8:30 امبارح، يعني كان في طوابير طبعا من الساعه فعلا من قبل الميعاد المحدد اللي هو 9 صباحا كان موجود المواطنين بطوابير كبيره. وطبعا ده يرجع ايضا نقدر نقول للتنظيم الهائل من جانب مؤسسات المجتمع المدني والأحزاب السياسية، النقابات، الجامعات الأهلية، مجلس القبائل العربية. إحنا دولة مؤسسات، وده اللي خلى الدولة المصرية تظهر بهذا المشهد القوي. المؤسسات دي مارست الحشد، ويعني الحشد هو قبل الحشد، قبل الحشد، لأن أنا في الدور يعني أنا من أحد المشاركين في الأحزاب السياسية. فمن قبل الحشد كان في فتره طويله جدا بيعقد يوميا مؤتمرات من اجل التوعيه. يعني كان في يوميا مؤتمرات بتدشن من قبل الاحزاب السياسيه من اجل توعيه المواطن عن اهميه المشاركه واحقيته في المشاركه، وكمان كان في شرح لبعض مواد الدستور. وحضرتك مثلا معانا على الشاشه برضو مسيرات طلاب من اجل مصر كانت في الجامعات، ده برضو كان مشهد، ده كان مشهد جديد جديد علينا. كان مشهد جديد، كان فيها تحركات. بصراحه المشاهد كلها يعني ولدينا كيانات ايضا جديده. المشاهد كلها كانت مفرحه، احنا كنا فرحانين بصراحه ولسه فرحانين بجد باللي حصل في انتخابات الرئاسه. كان حاجه مبهجه جدا لمصر امام العالم كله، كانت رسائل قويه من الشعب المصري، ان الشعب المصري في وقت الوقت الحقيقي اللي لازم يكون موجود فيه بيصطف فيه هو بيصطف. وعلى فكره هو ده طبعنا، هو ده طبع الشعب المصري. يعني انا افتكر في كل القضايا اللي واجهت الدوله المصريه كان الشعب المصري دائما متضامن مع الدوله المصريه، خاصه في ظل السنوات الماضيه اصبح الوعي السياسي اكثر، الزخم السياسي اكثر، المشاركه السياسيه اصبحت متاحه لجميع الفئات، كل شيء متاح دلوقتي. احنا شايفين اهتمام من جميع الوزارات ان هي بتتدخل في شؤون الشباب وتحقق احلامهم. عندنا مؤسسات مجتمع مدني تم تدشينها بعدد كبير في الفتره السابقه بيقدروا يحققوا اللي هم عايزينه بتواجدهم في جميع المحافل اللي فيها الرئيس، رئيس الدوله بيبقى موجود فيها، عدد كبير من الوزراء بيساعدوهم في تحقيق احلامهم. ده واقع وده انا بشوفه بنفسي، والحقيقه ده ادى الى زخم كبير جدا فعلا في المشاركه في انتخابات الرئاسه 2024. مع ان برضه على المنظور السياسي لو سمحتي كانت في جزئيه متعلقه بفكره انه الممارسه محسومه، هل المنافسه حقيقيه؟ هل النتيجه ما احنا عارفين مين اللي هيك؟ يعني كان في دي ذهنيه، والذهنيه دي برضه صورها الاعلام الغربي يعني طبعا. ويمكن كنا بندردش انا وحضرتك استاذ عادل قبل ما نبدا انه حصل برضه تفاجؤ بكم الناس اللي نزلت، والناس اشارت انه فكره طب هم وضعوا الاقتصاد الاول ولا وضعوا الامن الاول؟ برضه تعليق حضرتك على النقطه دي. دي كانت رسائل طبعا من الاعلام اللي دايما بيعادي الدوله المصريه،
هو كان بيدي رسائل للمواطنين ان هم يكسلوا ويتراجعوا عن المشاركه في العمليه الانتخابيه، وطبعا ده في حد ذاته كان شيء مرفوض تماما. وبناء عليه كان في رد فعل قوي جدا من الاعلام المصري اولا، من مؤسسات المجتمع المدني، من الاحزاب السياسيه بصوره قويه جدا، ان هم بيتموا ارسال الرسائل الصحيحه ان هذه الانتخابات حقيقيه، هذه الانتخابات بتتم تحت الاشراف القضائي الكامل، هي تقوم على نزاهه وشفافيه، هناك تعدد في المرشحين الرئاسيين، هناك ثلاثة بيرأسون أحزاب سياسية منهم من يصنف معارضة. فالحقيقة المشهد كان مختلف تماما، وأحزاب توجهات فكرية مختلفة طبعا، وأيديولوجيات مختلفة، في يميني في يسار وفي يسار وسط طبعا طبعا، وكان في حرية في إبداء الرأي، وكان في مساحات لجميع المرشحين بالطلاقة في الكلام بساعات محددة لكل مرشح. كل ده احنا شفناه، وكان رد قوي على الإعلام اللي دايما بيحاول ينال من الدولة المصرية. لكن احنا نقول في النهاية ان البطل الحقيقي في نهاية هذه القصة هو الشعب المصري، والدليل على كده ان عندما انتهت الانتخابات الثلاثة ايام كان هناك رسائل شكر قوية جدا من جميع الكيانات السياسية، من جميع المؤسسات. الاربع حملات كمان شكرت المواطنين، حتى اليوم رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ارسل رسالة شكر للشعب المصري بمشاركته في الانتخابات الرئاسية بهذا الشكل مشرف امام العالم كله. طيب استاذ عادل هسألك سؤال مباشر، هل كان في منافسة حقيقية في هذه الانتخابات؟ شوف، لمجرد ان احنا نوصل لتعددية تنافسية في انتخابات الرئاسة، انت بتتكلم على اعلى مستوى انتخابي في مصر، هو الاستحقاق انتخاب رئيس الجمهورية، يعني اللي هو قيادة الدولة بمعنى صح، ان انت ده كان حلم في زمن من الازمان، في وقت طويل جدا كان حلم بالنسبة لنا طبعا. هو حقيقة يعني دايما اللي بيترشح بالاستفتاء هو شخص واحد وانتهى الامر على كده. لكن توصل لهذا المشهد في سنوات قليلة جدا، من 2012 ل 14 ل 18 الى الان، دي في عمر الدول وفي عمر الممارسات الديمقراطية عمره قصير جدا، يمكن انت قطعت فيه خطوات كبيرة جدا. فبالتالي انا بقول ان نوصل لهذا المشهد فهو مكسب يعني ديمقراطي كبير جدا، وده لو تم من خلال التراكم، من خلال الممارسه السياسيه، ومن خلال استغلال هذا المشهد من الوعي السياسي، وتوظيف هذا المشهد من الوعي السياسي في حركه حزبيه نشطه، اعتقد ان احنا ممكن نوصل في يعني في يوم من الايام الى مستوى من التنافس يكون عالي جدا، لان المساله مش بين يوم وليله حسام، انت عارف اكيد طبعا ان المساله محتاجه عبر تراكم من الممارسه الديمقراطيه، سواء في القواعد او في القمه. فبالتالي لما يكون حتى الناخب نفسه بيطور نفسه، يقول انا اخترت مره غلط المره اللي فاتت، لما اشوف ان انا صوتي انه رايح فعلا في المكان السليم، مش زي المرات اللي فاتت هناك من ينوب عني في التصويت، اعتقد هيحفزني بشكل اكثر. ولكن محتاجين احنا نستفيد من هذا المشهد السياسي، مشهد مبهر ومشهد رائع ومشهد جميل، لكن محتاجين ان احنا يعني باحثين يقعدوا يدرسوا الدروس المستفادة من هذا المشهد اللي ابهر العالم كله، ازاي ان احنا نستفيد من هذا الزخم الشعبي، من هذا الوعي الشعبي، من الشعب اللي هو فعلا علم الناس كتير. على فكرة دائما الوعي الشعبي ما يسبق وعي النخبة، للأسف النخبة كانت تشيع، بعض النخبة تشيع روح السلبية، وبعض دعا إلى المقاطعة والآخر. لكن هذا المشهد إن احنا نجد دراسته إزاي نستفيد منه في الممارسة، في الممارسة السياسية والمشاركة السياسية، مش المشاركة السياسية، لأنه ده عمل تطوعي، فبالتالي لازم يكون عندنا ثقافة العمل التطوعي اللي هتؤدي لثقافة المشاركة بعد ذلك، منها المشاركة السياسية اللي هو نوع من النشاط السياسي والاجتماعي حتى والاقتصادي. فبالتالي اعتقد ده مشهد مهم جدا علينا نبني عليه، لانه هيفيد الحياة السياسية في مصر عشان نوصل للمرحلة اللي انت قلتها، لانه دائما التعددية التنافسية مرتبطة مرهونة بظروف اجتماعية وظروف سياسية وظروف اقتصادية في المجتمعات ومساحة الحريات الموجودة في المحيطة على كافة المستويات يعني. وبالتالي ده أعتقد ما دام أنت هناك إصرار، وأنا بقول إنه هذه الانتخابات تم يعني تم إدارتها بإصرار
انها ان تجرى في هذا التوقيت الحساس جدا. ده كان اصرار وعزم من القيادة السياسية وقيادة الدولة المصرية عشان تبعث من خلالها برسائل كثيرة جدا ان هذه دولة قادرة، دولة مستقرة، دولة واثقة من ادواتها، واثقة في شعبها اللي رهنوا كتير على الشعب مش هيخرج، خسر كل الرهنات، كل الرهنات يعني سواء بقى اعداء الداخل او اعداء الخارج، خلاص خسر كل الرهنات. فانا اعتقد انه كمان فكرة احنا نشوف وجوه جديدة والوجوه دي كمان تتدرب ويبقى وتبني قواعد. هي المهمة صح جدا من وجهة نظري. البعض شايف يقول المنافسة عشان يقول فارق التصويت، لكن انا شايف ان انا هشوف نص الكوب المليان، نص الكوب لان في ايجابيات كثيرة جدا بالنسبة للحركة الحزبية المصرية. انت لما انت تشوف لأول مرة ثلاث مرشحين والمرشح الرئاسي المستقل، ثلاث مرشحين يعبروا أو أربع مرشحين يعبروا عن أفكار وتوجهات وبرامج انتخابية مختلفة، وتتاح لهم نفس المساحة الزمنية في وسائل الإعلام المصرية اللي تبعت سواء برامجهم أو مؤتمراتهم أو جولاتهم واخد بال حضرتك، وكل تصريحاتهم، أعتقد ده يراكم برضو نوع من التراكم، وده مكسب ايجابي كبير جدا. الاحزاب اللي شاركت اعتقد ده هيكون مغري جدا لاحزاب تانية، انها لان شايف ان المشهد اللي حصل ده هو اعادة انتاج للنشاط السياسي الحزبي مرة اخرى في مصر، اللي شاهد ركود كبير جدا وحاول بعض ان هو يستحوذ على هذا المشهد في زمن الاخوان. فبالتالي انا اعتقد وجود حزبين او ثلاث احزاب بالفعل قدموا برامجهم ونزلوا الشارع واصبح لهم اثر وحصلوا على نسب، لو عم نقرا ان شاء الله الارقام اللي هتطلع، لا ده في ايجابيات كبيره جدا. يعني انه هذه الحساب عليها ان تقول انه حركتها هي اللي هتجيب لها قواعدها في الشارع، بالتالي هنا زي ما بنقول هيحصل تراكم في المشهد السياسي. بالظبط، تبني قواعد، تبني الارقام الاوليه اللي انا شايفها لا ده ايجابيه كبيره جدا. وانا بعتبر انه في حزبين، وطبعا عندي مفاجاه في الحزب الثالث، لكن الحزبين الشعب الجمهوري ومصر الديمقراطي مفاجاه عاملين ايجابيه كبيره جدا في الارقام الاوليه والمؤشرات الاوليه. اللي انا شفته وانا ما اعرفش ما اقدرش اقول، بس حتى استاذ فريد زهران جاي في المركز الثاني لغايه دلوقتي، يعني هو في تنافس ما بين فريد زهران وحازم عمر. اعتقد دي ايجابيه، ربما هم يكونوا كمان بالنسبه لهم حاجة يقدروا يبنوا عليها بعد كده، ان يكون هم فرس الرهان في الحركة الحزبية المصرية، وده شجع باقي الاحزاب ان هو بالفعل لازم يكون له دور ودور فاعل في الشارع المصري. لان انت لما انت بتقول المشهد بتاع الشباب، طيب هذه الكيانات اللي احنا شايفينها دلوقتي اذا كانت نتيجة مبادرات وبرامج، مبادرات رئاسية وبرامج حكومية، على بقى الاحزاب انها تستوعب يعني هذه الكيانات وتبني عليها علشان كمان في حاجه يا حسام، انت اوعى من دلوقتي ما تديش فرصه بالظبط لاي ثغرات ايوه ينفذ من خلالها للاسف اي افكار هدامه او بتاع، ويبدا الشغل من دلوقتي. خلص الانتخابات اشتغل حضر قبل الجاي. كمان اللي فاجئ العالم الشباب، يعني الشباب اللي كان موجود ده طبعا. اعتقد ان هو كمان كان مشهد رائع جدا ان الشباب شارك، لانه ده الشباب اللي شاف التطورات خلال الثمان تسع سنين اللي فاتوا عشان يصل لهذا المشهد، ان هو اللي اصبح دلوقتي على مشارف ال 20 اللي هو اللي بيصوت عشان مستقبله. فانا اعتقد ان في ناس ما حضرتش لا يناير ولا حضرت يونيو. بالتاكيد انا اعتقد ده مشهد ايجابي جدا بالنسبه للحياه الحزبيه في مصر من جديد. طب دكتوره غاده برضو، ايه اللي ممكن نبني عليه في الفتره القادمه ونتعلم منه؟ ايه اللي لسه ناقصنا محتاجين نشتغل عليه اكتر؟ هو طبعا المشهد الانتخابي صدر صوره ان الشعب المصري همه الاول هو الدوله المصريه ومصلحه الوطن، وده كان طبعا باين جدا من تواجد الملايين في الشوارع من اجل ادلاء اصواتهم في صناديق الانتخاب. متهيألي الفترة القادمة بتتطلب ان يكون في زخم اكثر سياسيا، تراجع الحزب السياسي في الشارع المصري ودوره في الفترات السابقة اعتقد يعني اخذ حيز كبير. ممكن بعد هذه الانتخابات وتواجد ثلاثة من المرشحين بيرأسوا احزاب سياسية، بجانب ان هناك ايضا احزاب سياسية لها دور قوي في الشارع المصري. انا قلت قبل كده كتير ان الحزب السياسي
ما بقاش هدفه الأول هو الوصول إلى السلطة فقط كما كان أو كما هو تعريفه الصحيح للحزب السياسي، لا دلوقتي الحزب السياسي أصبح أيضا مشارك في العمليات التنموية، متواجد دائما في جميع الأمور والهموم التي تهم الدولة المصرية، بيتصدر المشاهد في كثير من الأمور بخلاف حتى الشؤون الثقافية يعني كتير بخلاف الحياة السياسية أو الأهداف السياسية، أصبح الحزب السياسي متواجد في عديد من الأدوار وبيتصدر المشهد. متهيألي الفترة القادمة أو الأيام اللي جاية والسنوات اللي جاية هتكون في مشاركة أكبر من الشباب في الأحزاب السياسية، هيشوفوا ان في مستقبل وفي امل، هيبقى لهم دور قوي، وخاصه احنا بنتكلم عن استحقاقات كمان قادمه سواء على المستوى الانتخابات المحليات او الاستحقاق النيابي سواء النواب او الشيوخ، فاحنا كمان قادمين على استحقاقات انتخابيه بتتطلب ان يكون متواجد الشباب المصري وبالنسب المقرره في الدستور بالتواجد الاكبر ايضا للشباب المصري، فلازم عشان يقدر يشارك في هذه الاستحقاقات لازم يمارس العمل السياسي مشاركة إيجابية بتواجده في الأحزاب السياسية أو حتى في العمل العام والمؤسسات المجتمع المدني. ما ننساش أن في دور قوي وظهير قوي لمؤسسات المجتمع المدني في الشارع المصري، ومتهيألي الشباب في شباب كتير قوي متطوع الحقيقة المرة دي برضو كتير جدا. بص حتى في الفستات الصف يعني ده كان برضو، وبنات وولاد كمان، وده حاجة لطيفة يعني، كان في بنات كتير كمان، ف يعني دي برضو تغير في الأنماط السائدة عندنا. طيب دكتور، عايز اسألك برضو جزئية ليها علاقة بواقع رؤيتك برضو وفي شؤون العلاقات الدولية، الانتخابات دي هتؤثر علينا ازاي برضو، وهتدي ايه يعني، هتدينا ايه مزايا امام العالم سواء في الملفات الاقتصادية، واحنا عندنا داخلين على المفاوضات في الشؤون الاقتصادية بنك دولي وغيره، وايضا الشؤون السياسية في ضغوطات إقليمية طبعا، فإزاي هتفيد ده برضو عشان المواطن اللي بيسمعنا؟ طيب هو أولا المشهد الانتخابي، انتخابات الرئاسة 2024 صدرت للعالم كله أن الدولة المصرية دولة لها ركيزة ولها ثوابت، ولم تتنازل أبدا عن أي خطوة في حقها الدستوري والقانوني، وبتمارس كل ما تستطيع أو ما تريد أن تمارسه الدولة المصرية. عملنا انتخابات في توقيت صعب جدا يعني. طبعا طبعا يعني جداً. نقدر نقول ما بين ثنايا توقيت عصيب يعني بتعيش الدولة المصرية، إحنا سواء على مستوى السياسة والمحيط الإقليمي والمخاطر اللي بتعيش حواليها أو حول الدولة المصرية، والمواطن المصري بيعي ده جيدا. إحنا في المستوى السياسي نقدر نقول كانت الرسالة الأساسية إن الدولة المصرية دولة لها ركيزة، دولة قوية، دولة ثابتة. الدول بتنقسم لثلاثة أنواع، يعني في دولة الهشة والدولة الفاشلة والدولة ذات الركيزة، ومصر بتصنف من الدول القوية ذات الركيزة، لأن الدولة بطبيعة الحال هي بتتكون من ثلاث عناصر: الشعب والأرض والسلطة. وإحنا عندنا الشعب المصري امبارح صدر ملحمة تاريخية، هو برضو تصدير للمشهد الدولي ان قد ايه الشعب المصري شعب قادر وقادر يواجه، وفي وقت الشده بينسى كل شيء، واهم حاجه مصلحة العليا للوطن وللدوله المصريه. بالنسبه للمؤسسات انا هعرف اخاطب مؤسسات بتعبر عن الكل، مش حكومتين، مش يعني مش شعب مفكفك، لا طبعا. فده برضو بيفرق في واحنا مع البنك الدولي مع صندوق النقد، انا بخاطب دوله ذات مؤسسات. طبعا طبعا دولة لها الدولة طالما الدولة لها مؤسسات فهي دولة مؤسسات، دولة نظام له ركيزة ونظام ثابت ونظام قوي، والشعب المصري يعلم ذلك. وبناء عليه كان نزوله في الانتخابات اللي شفناه على مدار ثلاثة أيام، بنتكلم عن قيادة سياسية قوية استطاعت أن تتخذ قرارات عديدة صعبة في الفترة اللي فاتت، واستطاعت أن يعني تثبت وجودها وتصر على رأيها في عديد من الأمور والقضايا الدولية، من ضمنها طبعا قضية غزة التي تصدرت المشهد مؤخرا. استطاعت الدولة المصرية أن تغير نبرات الدول الغربية ونبرات الدول العظمى زي الولايات المتحدة الأمريكية بتغيير سياستها وتغيير خططها، وأفشلت كثير من الخطط التي كانت تواجه الدولة المصرية. احنا بنتكلم عن دولة قوية، والشعب المصري قدر ان هو بالفعل يفهم ان دولته قوية ودولته حامية هذا الوطن وبتحمي هذا الشعب، وبناء عليه احنا متكاتفين. الثلاث اضلاع الاساسية للدولة متكاتفة متضافرة، الهدف واحد هو حماية الوطن، واحنا بنتكلم على ثلاث اضلاع رئيسية: الشعب والسلطة والارض. والثلاث عناصر عندنا عناصر قوية جدا تقدر بقوة تواجه اي مشهد يكون غريب او اي مشهد يحاول ان هو ينال من الدوله المصريه. متهيألي بعد مشهد الانتخابات الامر ده اصبح مستحيل
ويقتل اي غرض خارجي يريد ان يدمر الدوله المصريه. ان شاء الله. طبعا عايز تقول احنا اللي ادخلناهم التاريخ، احنا تعريف الامه المصريه والحدود اقدم حدود في التاريخ واقدم دوله مركزيه، فتستحق منا ان احنا نفضل نحافظ على المكتسب ده، يعني مكتسب ضارب في عمق التاريخ. عايز اضيف بس حاجه يا استاذ حسام، يعني سريعا في اقل من 30 ثانيه عشان انا عارف. اعتقد انه دائما عندما يراقبك العالم ينظر الى قوه وتماسك هذا المجتمع، لان قوه وتماسك هذا المجتمع ومن خلال عمليه ممارسه ديمقراطيه صحيحه شاهد بها الجميع، اعتقد دي قوه وشرعيه كبيره جدا وثقه كبيره جدا لقائد هذه الدوله في المرحله القادمه، انه الثقه موجوده ودائما مكان الرئيس عبد الفتاح بيراهن على هذا الشعب، اعتقد ان رهانه طلع صحيح، فبالتالي هذه النتيجه هي الثقه ومسؤوليه كبيره جدا ودعم كبير للشرع جدا في مواجهه كل التحديات سواء الداخليه والخارجيه، واعتقد انه يعني الرئيس عبد الفتاح السيسي يقدر هذه الثقة، وان شاء الله نشهد كثير من التحسن باذن الله في الفترة القادمة. بالضبط، ويعني لو صح التعبير اتمنى ان ينعكس ده ايجابا بقى على الارض، انه يعني ان شاء الله الامور تتحسن إن شاء اقتصاديا الله. وانه هذا الشعب كمان باذن الله يكافئ بشكل او باخر، يعني والرئيس دايما يدرك ده وهو مدرك ده تماما. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، نورتوني استاذ عادل السنون رئيس التحرير التلفزيوني يوم السابع، الدكتوره غاده جابر الكاتبه والباحثه في الشؤون السياسيه نورتونا، شكرا جزيلا على وجودكم معانا. شكرا جزيلا حضرتك. تم حلقتنا ان شاء الله، نشوفكم يوم السبت على الف خير وصحه وسعاده، وحلقه جديده من 90 دقيقه. الى اللقاء.